السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة الشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. احنا النهاردة هنتكلم عن ازاي تظبط الوقت والتاريخ في الساعة اللي هي جي شوك 2100 اهي 2100 كاربون كور، حاجة كده بنت ناس قوي. كل اللي اتكلم فيه ان انا اخش في الموضوع على طول، ان انا عشان اظبط الساعة، اي ظبط الساعة بتيجي من ادجاست، دي كلمة ادجاست، هتروح دايس على كلمة ادجاست دي دوسة طويلة كده اهي بالظبط اهي اتظبطت اهي الساعة اهي. كل انا عايز اظبطه هظبطه ايه عشان اتنقل ما بين الساعة، هروح جاي هنا في المود اهو، الزرار ده واروح ناقل كده اهو دي اوف، انا مش عارف دي مش باينة قوي. دي بقى نظام ال 24 ساعة، ال 24 ساعة ده نظام اللي هو لو الساعة مثلا 8 تبقى الساعة 20، لو الساعة 11 اللي هي زي نظام ساعات القطر او الجيش او حاجة زي كده، بدل ما تخليها 6 مساء و6 صباحا، لا هما بيخلوها 24 ساعة، الساعة 1 تبقى 13، الساعة 2 تبقى 14 وهكذا. دي انا بخليها زي ما هي، انا بحبها نظام ال 24 ساعة. وهنا دي الثواني، ودي الثواني بمجرد ما بتدوس على اي زرار بتخليها لك صفر، دي 17 قصدي، ف 18 19، ودي انت بتخليها صفر اهي، الزرار اللي تحت ده اللي هو ستارت بيخليها صفر، والزرار اللي هو اللايت ده بيزود 7 8 وهكذا. ننقل برضو على الساعة اهو، كله هننقل بيه، برضو المود ده هننقل بيه اهو، نروح ناقلين كده اهو، هنيجي عند الساعة 7. الساعة دلوقتي 7، احنا عايزين نخليها الساعة 2، نخليها الساعة 2 و5، لا انا عايز اخليها 10 و10. استنى اهو، ده بيقدم الساعة وده بيرجع الساعة، يعني اهو ده بيقدم قصدي الساعة اللي هو الستارت اهو. لو انا باجي ادوس على الستارت، معلش هي الزرار صغيرة شوية اهي، 1 2 3 4 5 اهو، 4 5 6 7 8 9 10، واروح ناقل على الدقايق اللي هي بنقل عليها كده، واروح برضو مزود اهو، 1 6 7 8 9 10 بالظبط. واروح بعد كده ناقل على احنا في 2022 بالظبط، لو انت عايز تظبط التاريخ، والتاريخ اهو احنا 21/5 برضو لو انت عايز تعدله. والكي دي او اللي هو الصوت بتاع التكة بتاعت اي تن تن، انا بحب اخليها برضو اللايت ان دي بيقول لك لو انت عايز تخليها ثانيه او 3 ثواني، انا بحب اخليها 3 ثواني عشان لو عايز اشوف النور قوي. وانقل بقى كده، دي طبعا لو انت دي البلاد مثلا عايز اقدم اهو، دي كايرو مثلا، دي كايرو، فانا عايز اظبط الوقت بتاع كايرو اهو الوقت بتاع كايرو، يعني الوقت اللي انا ظبطته ده كله هيبقى متظبط على دولة كايرو او اسمها محافظة القاهرة. وكل عليا اللي انا هعمله هروح دايس على كلمة ادجاست. بص اللي هيحصل، احنا ظبطناها على 10 و10، المفروض تيجي الساعة 10 اهي بالظبط. دلوقتي عشان طبعا الوقت اختلف، طبعا الساعة دلوقتي 10 و10. لو انت بس عايز تظبط بقى الطريق الوقت في اي حتة تاني، او تروح عامل كده ادجاست اهي، تمام، وتروح ناقل اهو تقعد تنقل بالمود، تتنقل بالمود اهو، وتروح جاي مثلا تخليها مثلا الساعة، ترجع لورا نخليها مثلا الساعة 8 و11 مثلا، 8 و11، ونروح دايسين كده ادجست، ترجع الساعة 8 و11 دقيقة. طبعا اهو ده الوقت اللي بيمشي اهو، فهتخش على 8 و12 كده، يعني عقبال ما البتاعة تيجي 8 و12. بص اهي اهو بالظبط. بس كده يا جماعة، ده ظبط وقت جي شوك جي اي 2100 او 2100. فاتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة، لان فعلا فعلا محتاج دعمكم. وشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة الشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.